قال عقر المركزية يعني عقر دار المسلمين بالشام، يا شام أنت خيرتي من بلادي أجتبي إليك خيرتي من عبادي. شك. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا الصحابة يكتبوا القرآن على في الصحف وإذا به وهم بيكتبوا القرآن بيقول يا طوبى للشام يا طوبى للشام يا طوبى للشام، فاستغربوا إيش لما سألوا وإذا بالرسول يخبرهم إنه ملائكة الرحمة باسطة أجنحتها على الشام. بعدين إيش يقول إن الله قد تكفل لي بالشام وأهله، وبالتالي اللي بتشوفوه اليوم أنتم من تآمر الأمم كلها، من تآمر الأمم كلها على شعوب أهل الشام بشك بما في العراق، احنا كلنا من الفرات للنيل، كل هذا سينتهي صح، ومن هون راح يكون الخلاص، من هذه البلاد بده يكون الخلاص من عكر دار المسلمين. وإذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، هذا مين يقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، مهم كانوا رايحين بفسدوا، هلكت بالنار بيصلحوا، هلكت بالنار بيصلحوا، ما كانوا مدلعين وكانوا عم بروحوا في التحلل وال 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 وال. هلكت الله بيصنعهم صناعة جديدة، بيصنعهم صناعة جديدة، شاءوا أم أبوا، شاءوا أم أبوا، بيصنع كيف يصنع؟ الحديد كيف يصاغ هو؟ ما هو بالصهر، الحديد كيف يصاغ؟ بالصهر، بالصهر بيصيغه بتكون منه وبتشكله زي ما بدك. والآن هذه الأمم تشكل، هذه الأمم الآن تشكل شاءت أم أبت غصب عنها، حاولوا الحكام إنهم إيش يفسدوها، يفسدوها بطرق مختلفة وفعلا أفلحوا في كثير، ولكن الآن بتعود كلها. ومن هون اللي بتشوفوه أنتوا اليوم، اللي بتشوفوه اليوم هو خلاص المستقبل المش بعيد. الله بيعد، الله بيعد. كيف كان يعد العرب قبل ما يجي الرسول؟ يعد العرب فرسان ويعدهم في اللغة والفهم والتفاصيل هاي كلها، ما كانوا على مستوياتهم العقلية راقية على فكرة، مش التكنولوجيا آفاقهم. العربي انت بس اسمع شعره تعرف افقه، تمام؟ معدين مشان تنزل رسالة ويحملوها، حملوها، كانوا عقدها، كانوا عقدها، بس وين؟ كانوا مصنوعين، مصنوعين. حتى لما كانت القبائل تقاتل بعضها البعض وداحس والغبراء وزير سالم وجماعته والاخر التفاصيل هاي كلها، واذا عندك امة لما حملت العقيدة وخرجت عبر 100 سنة كانوا واصلين حدود فرنسا وتقريبا العالم القديم كله تحت اقدامهم. العالم القديم سيبيريا لأواسط افريقيا من حدود الصين ل لا 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 لفرنسا 100 سنة بس، 100 سنة كانوا واصلين هناك، تمام؟ الصحابة واللي بعدهم الصحابة فبالتالي الآن اللي بيصير على فكرة هو صناعة جديدة لأمة كنتوا تيأسوا منها، أمة كنتوا أنتوا تقولوا طيب ليش نايمة هالأمة، ليش نايمة هالأمة، ليش نايمة هالأمة، مش كنتوا تقولوا؟ مش الناس كانوا ملاحظين أنه نايمة هالأمة؟ العجيب أنه لما هذه الأمة استيقظت وبدها الآن تستعيد حقوقها، منصير نقبل إحنا إعلام الجواسيس اللي بتهم الشعوب وبشكك فيها، بتهم الشعوب وبشكك فيها، بنقبل، صرنا نقبل، وإحنا مجربين الجواسيس وعارفين إعلامهم، الغريب نصدقهم. طب هذا اللي بيصدقهم مش غبي؟ اللي بيصدق إعلام الحكام مين ما يكونوا مش غبي؟ هذا اللي بيصدق إعلام الحكام، أنت ليش مش مجربهم ومش مش عارف مين هم؟ وبعدين بدوا ينكشفوا للشعوب، بدوا ينكشفوا وقديش هم أصلا كاينين، أصلا أعداء الأمة وأعداء الدين من أصله، أعداء، وكما قلنا مش كاين الاستعمار خارج.